السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نكمل حل أسئلة لقصيدة سأقاوم للشاعر سميح القاسم. القراءة الصامتة. السؤال الأول: فضح الشاعر ممارسات الصهاينة الوحشية بحق الأرض والإنسان في المقطعين الأول والثاني، اذكر بعضها. الجواب: جرائم الصهاينة بحق الأرض، اغتصاب الأرض وإقامة جدار التفرقة. أما جرائم الصهاينة بحق الإنسان، أولا سجن الأبرياء وسرقة ميراث الأجداد وسرقة أغراض البيوت وكبت حرية الرأي وسرقة فرحة العيد في وجوه الأطفال. أما السؤال الثاني: اذكر من فهمك النص السابق الرد الفلسطيني على ممارسات الصهاينة. الجواب: عدم الاستسلام وعدم التفريط بالحقوق والإصرار على المقاومة. أما ما جاء في الفهم والتحليل: السؤال الأول استعين بالمعجم على تعرف المعاني المتعددة لكلمة اللجة. الجواب: معظم الماء حيث لا يدرك قعره، لج الليل شديد الظلمة والسواد، لج البحر عرضه. أما المعنى السياقي لكلمة تغنم بمعنى تسلب وتسرق. السؤال الثاني: املاء حقول الجدول بالمطلوب مما يأتي. لدينا الأفكار التالية: التنديد بصمت العالم عن ممارسات الصهاينة، الأمل بالنصر والثقة باستمرار المقاومة وفتح ممارسات الصهاينة وتحديها بالمقاومة. الفكرة الرئيسية للمقطع الأول: فتح ممارسات الصهاينة وتحديها بالمقاومة، الأمل بالنصر والثقة باستمرار المقاومة. أما الفكرة المستبعدة: التنديد بصمت العالم عن ممارسات الصهاينة. أما السؤال الثالث: بدأ الفلسطينيون في المقطعين الأول والثاني في هيئتين مختلفتين، أوضح هاتين الهيئتين. الهيئة الأولى: الشعب الفلسطيني مضطهد ومسلوب الإرادة والأرض والحقوق. الهيئة الثانية: اتحاد الشعب الفلسطيني في مواجهة الصهاينة وإصراره على المقاومة وتمسكه بالحقوق. أما السؤال الرابع: رسم الشاعر في المقطع الثالث صورة الانتصار الذي سيتحقق، أتقصى ملامحها. طبعا الجواب في قوله: سيأتي اليوم الذي سينعقد فيه زينات الفرح على شواطئ ميناء المدينة. أيضا في قوله: ستنطلق أهازيج الفرحة بالنصر. أيضا: ستعلو هتافات الجماهير في كل مكان وتصدح الحناجر بأغاني الفرحة. أما السؤال الخامس: أشار الشاعر إلى تمسك الفلسطينيين بحق العودة، أبين سبيل تلك العودة كما ورد في المقطع الثالث. الجواب: ستعلو أشرعة السفن متحدية أعاصير الزمان والمصائب وهي تقل ركبة العائدين للوطن. السؤال السادس: أصمم جدولا مماثلا في دفتري ثم املأ حقوله مقتديا بالنمط. ممارسات الصهاينة ربما تطفئ في ليلي شعلة، توضيح الممارسة بث اليأس في النفوس، ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب نشر الخوف في قلوب الشعب الفلسطيني، ربما تخدع أصحابي وجه مستعار الادعاء بأنهم يريدون التفاوض من أجل السلام. أما الرد الفلسطيني على الممارسة: في الميناء زينات وتلويح بشائر. توضيح الرد الفلسطيني: التعلق بالأمل، وعلى الأفق شراع يتحدى الريح واللجة، التعلق بأمل العودة بعد أن أجبروا على الهجرة، لن أساوم وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم، لا بديل عن المقاومة لتحرير البلاد. أما السؤال السابع: تبنى الشاعر في نصه خيار المقاومة سبيلا لاستعادة الحقوق المغتصبة، أعلل ذلك مستعينا بمصادر التعلم المتاحة. الجواب: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذه لغة الصهاينة التي يفهمونها. السؤال الثامن: من فهم كل من نصي اليوم الأغر وسأقاوم، أبين الرسالة التي يجب أن تصل إلى المستعمر خلال المقارنة بين النصين. الجواب: الرسالة تقتضي أن نهاية الظلم إلى زوال
مهما طال به الزمن سوف يسقط وتعود الحقوق لأصحابها. وكقول جميل صدق الزهاوي: درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الإرابي. السؤال التاسع. قال محمود درويش مخاطبا الاحتلال الصهيوني: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور. وازن بين قول محمود درويش والقول الآتي لسميح القاسم من حيث المضمون: ربما تسلبني آخر شبر من ترابي، ربما تطعم للسجن شبابي، ربما تسطو على ميراث جدي من أثاث وأوان وخوابي. الجواب: التشابه كلا الشاعرين تحدث عن اغتصاب الصهاينة لأرض فلسطين، أما الاختلاف سميح القاسم سلبوا كل شبر من تراب الوطن، أما محمود درويش الصهاينة سلبوا كروم الأجداد. أما ما يتعلق بالتذوق الجمالي، السؤال الأول: من خصائص شعر التفعيلة تفاوت طول الأسطر الشعرية وتنوع حرف الروي، أمثل لذلك من النص. الجواب: ربما ترفع من حولي جدارا وجدارا. أما ما يتعلق بحرف الروي قوله شراع واللجة والمخاطر وعروقي. السؤال الثاني: عرض الشاعر معانيه بذكر التفاصيل والجزئيات الصغيرة، أوضح ذلك مما ورد في المقطع الأول. الجواب: لم تقتصر سرقة المحتل الأرض ومصادرته للحريات، وإنما عمد الشاعر على ذكر التفاصيل والجزئيات من خلال سرقة المحتل الأواني والأغراض والأثاث المنزلي. السؤال الثالث: وظف الشاعر الرمز في نصه للدلالة على ما يريد، اذكر دلالة كل مما يأتي: شعلة والجدار والشراع وفق الجدول الآتي. الرمز: الشمس هنا دلالتها الحق، الشعلة الأمل، الجدار التمييز العنصري، الشراء العائدين. أما السؤال الرابع: يعيش الشاعر حالة انفعالية تتنوع فيها المشاعر وفق الفكر التي يعرضها، اذكر الشعورين اللذين غلبا على النص ثم أمثل بأداة تعبير مناسبة لكل منها. الجواب: شعور الاحتقار والكره للمحتل، مثال: تبقى على قريتنا كابوس رعب. أما شعور الأمل في قوله في الميناء زينات. التطبيقات اللغوية: السؤال الأول: اعرب الشطر الشعري الآتي: الأناشيد الحماسية وهج في الحناجر. الجواب: الأناشيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الحماسية صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، وهج خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في الحناجر في حرف جر والحناجر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره. السؤال الثاني: رتب الكلمات وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات في قوله شعلة وميراث وعروق. الجذر للكلمات التالية: شعلة من شعلة، وميراث من ورثة، وعروق من عروقة. الترتيب: شعلة وعروق وميراث. اجمع كلمة بهجة جمع مؤنث سالم ثم اكتبه كتابة صحيحة. الجواب: بهجات. التعبير الكتابي: اكتب مقالة اتحدث فيها عن حق الفلسطينيين بأرضهم مبرزا أهمية المقاومة في استعادة الحقوق وتحرير الأرض. الجواب: إن من حق الإنسان في كل مكان وفي أي زمان وأيا كانت جنسيته وجنسه ومذهبه وعرقه ولغته ولونه أن يتمتع بالحرية، هذا حقه، يولد معه ويرافقه حتى وفاته، وحين يحاول الاحتلال انتزاع حقه الطبيعي هذا منه بالقوة يمنحه القانون الدولي، كما تمنحه الطبيعة الإنسانية الحق في الدفاع عن أرضه وحريته. هذا بالضبط ما حصل مع الشعب الفلسطيني حينما احتل الإسرائيليون أرضه وسلبوا حريته، فكان لابد من الدفاع عن حقوقه ومقاومة الاحتلال بقوة الحق وسلاح المقاومة، فكان النضال الفلسطيني المستمر. إن مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب وتتباهى به الأمم، فما من شعب كريم وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة
وما من شعب قاوم الاحتلال إلا ونال حريته. لقد أيقن الشعب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار 68 عاما متواصلة قدم أرقاما خيالية من الشهداء والأسرى. وإذا كان الشهداء قد رحلوا بأجسادهم عنا ودفنوا في باطن الأرض، فإن الأسرى قد غيبوا بداخل السجون ونالوا أشد العذاب والحرمان من غاصب أرضهم وسالب حريتهم. وفي الختام لا بد من التأكيد على أنه لن تتوقف مسيرة شعب يصر على أن يستمر في مقاومته حتى استرداد أرضه ونيل حريته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونرجو التوفيق للجميع.